أرى أبناء مدينة أسفي وخصالهم سواء من المتقاضين أو من في الشارع أو الذين اشتغلوا معي في المحكمة، فأقول كلمة حق: إنهم أناس طيبون منصفون. أولا، لابد من الإشارة إلى دوافع تأسيس هذه الجمعية. من طبيعة الحال كلكم تعلمون قرارات مجلس إعلان القضاء الأخيرة التي تضمنت من خلال ما درسناه من القضايا المنسوبة إلى بعض القضاة شكل تحديدا على بعض القضاة. من طبيعة الحال أن نادي القضاة هو أول جمعية بعد الودادية التي تشكلت بعد الدستور 2011، ومن المهام هذه الجمعية أي نادي القضاة كان هو الدفاع عن حقوق القضاة. لكن نادي القضاة نظر إلى الأمر بأنه له أولويات أخرى وانشغل بتلك الأولويات خاصة القوانين التنظيمية، وأقول بأنه تراخى في حماية القضاة الذين تعرضوا لتعسفات من طرف المجلس. وهذا لا يعني أننا ننسى الدور الذي لعبه نادي القضاة، لأنه هو أول شرارة التي تلته جمعيات أخرى. هذا ما ننساوش الفضل ديالو وجميع الأحوال. إنما ما دام أن نادي القضاة ما قدمش لهؤلاء القضاة الذين يشعرون بأنهم ظلموا، ما قدمش الدعم الكامل، أقول ما تم حكى لك ظفرك إلا ما حكى لك ظهرك إلا ظفرك. فكان الهدف هو إنشاء تكتل جمعوي للقضاة المتضررين يشكل المخاطب في جهة رسمية والتحاور معها، التعريف كذلك والتحسيس بالظلم الذي لحق القضاة، ومن هناك تم التفكير في تأسيس المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة. من طبيعة الحال كأي مولود لابد أن يعرف ظروفا معوقات عند ولادة أو عند تأسيس هذه الجمعية. كانت هناك معوقات. الجمعيات من طبيعة الحال ينظمها الظهير 1958، والمادة الثانية منه تنص على أن الجمعية بين اتفاق ما بين شخصين أو أكثر وتخضع لقواعد القانون المدني، بمعنى أنه بالاتفاق ما بين الشخصين أو أكثر تتأسس الجمعية. لكن المادة الخامسة أضافت شرطا أساسيا وهو الإشهار عن طريق إيداع قول الأساسية وبعض الوثائق الأخرى لمنصوصة في المادة الخامسة لدى السلطة المحلية. السلطة المحلية من طبيعة الحال لا تملك سوى أن تقوم بالبحث الواجب وأن تحيل نسخة من تلك المسندات إلى السيد وكيل الملك وإلى الأمن العام للحكومة. لما هيئنا هذه الوثائق لجأنا إلى السلطة المحلية، فكان الجواب هو رفض التوصل بالوثائق. لم ندرك أي وسيلة لعلنا نحصل على وصل إيداع، لكن لم نفلح. فلجأنا إلى الحالة يعني النقطة التالية وهي حرف باء، هي عن طريق إيداع عن طريق مفوض قضائي. وكانت يعني المفاجأة أن السيد القائد رفض تسلم الوثائق رغم تبليغها إليه عن طريق مفوض قضائي. طبعا الحال أنه الجمعية مؤسسة بالاتفاق أن السلطة المحلية إذا لم ترغب في القيام بواجبها شأنها. فانتظرنا مدة شهرين حسب فصل الخامس. انتهت هذه المدة يوم 23 شهر جوج 2014، فأصبحت الجمعية من حقها أن تمارس نشاطها وفق قانونها الأساسي. الأهداف الجمعية، أهداف المنتدى كما هي محددة في قانونه الأساسي، هي الدفاع عن الحقوق المشروعة للقضاة. أقول المشروعة، الدفاع عن الحقوق المشروعة للقضاة، الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمساهمة كذلك في إعداد مشاريع قوانين ذات صلة بالمنظومة القضائية ومحاربة الرشوة بجميع أشكالها والمساهمة في الدفاع عن الوحدات الترابية. هذه الأهداف العامة محددة في القانون الأساسي. الأهداف ذات الأولوية والعاجلة، أولا كلنا نعرف بأنه بعد الدستور
السلطة القضائية تحتاج إلى قوانين تنظيمية تنظمها. فالمشاريع اللي طرحت وزارة العدل ترسمها شفناها بواحد الطريقة على أساس أنها لم تأتي بشيء جديد يكرس استقلال السلطة القضائية. فقام عبد ربه يعني بتكريس وقته والتفرغ لإعداد مسودة مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، نشرته عبر صفحتي في الفيسبوك، نشرته كذلك في صفحتي للمنتدى، وبأنه سيعرض على المكتب التنفيذي للجمعية لدراسته، إضافة ما ينبغي إضافته وتعديل ما ينبغي تعديله، ثم المصادقة عليه وتقديمه كمشروع، لأنه من ضمن أهداف الجمعية والمساهمة في تقديم المشاريع وإعداد المشاريع قوانين تنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. ثانيا، الدفاع عن الحقوق، عن حقوق القضاة المفصولين. هناك من صدر في حقه العزل، وهناك من صدر في حقه الإحالة على التقاعد، وهناك من صدر يعني قرار تضرر منه. بالنسبة للقضاة الممارسين الذين لا زالوا يمارسون، يعني من أهداف الجمعية هي ضرورة تمتيع القضاة المتابعين بضمانات قرينة البراءة. طيب الحال أن الفصل 113 ينص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة. أنا أقول أعطيوا لنا غير الضمانات اللي قد تعطى لعتاة المجرمين اللي هي قرينة البراءة، وهذه القرينة عالمية كونية، ما تعطيوناش باقي الضمانات، أعطيونا غير ضمانة اللي كتعطيوها للمجرمين الذين يرتكبون الجرائم الكبرى. ثانيا، من ضمن المطالب هو ضرورة إيقاف البت من طرف المجلس الأعلى للقضاء في الملفات التأديبية متى كان الفعل المنسوب إلى القاضي يشكل جريمة. لماذا؟ لأن المادة 119 من الدستور تنص على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن. ففي نظر الدستور كل من تهم بجريمة هو بريء إلى أن يثبت القضاء بحكم نهائي أنه مدان، فهذه الحالة يمكنك أن تعاقبه. أما ما يجري وهو أنه يسبق المتابعة التأديبية ويدينه وعاد يحيلوا على القضاء فيوترون على القضاء بطبيعة الحال، فإن هذا تأثير على القضاء. ثانيا، أنا لا حق للمجلس لما احتل المادة 61، وإن جاءت في صيغة الإمكانية يمكن للمجلس إيقاف النظر، حتى الإمكانية الأخذ بالكلام خير من إهماله. أنا عندي قاضي متابع جنائيا نتبعه، ولا كنقول بلا حاكمه، ومن يتبت الإدانة دياله لك أن تقرر. أما الدين تأديبيا وفي آخر ما تنفع تجي تقول له بأنه راه سمحت لك، كاين اللي كيقول له سمحنا لك، سمحنا لك بلا ما نحيلك على المحاكمة الجنائية. لا سيدي، حيلوا على المحاكمة الجنائية هي الأولية، لأن مواطن صالح ارتكب فعلا إجراميا يحال على المحكمة، والقضاء سينظر في التهم الموجهة إليه، إذا أذنب سيعاقبه القضاء، وإذا لم يذنب سيبرئه القضاء، وديك الساعة يمكن عاد تجي المرحلة ديال المتابعة التأديبية. من ضمن المطالب احترام قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون، لأن أنا شفت بعض الحالات اللي هو أنه المجلس يعاقب بالشبهة لا وجود لأي دليل، إذا احترام القواعد المنصوص عليها قواعد الإثبات. بالنسبة للصنف للقضاة المفصولين يمكن تصنيف هؤلاء إلى فئتين. الصنف الأول هما القضاة الذين تعرضوا لتعسف المجلس لم يرتكبوا أي فعل ومع ذلك أدينوا، فهذه الحالة مهمة للمنتدى أن يدافع عن هؤلاء حتى ينصفوا، وأنا أقول بأنه يجب أن ينصفوا. والصنف الثاني هما القضاة الذين أخطأوا ولكن الخطأ لم يكن العقوبة لم تكن مناسبة مع الخطأ الذي ارتكب، وهؤلاء كذلك يجب أن ينصرف. الوسائل وجب استعمالها في إطار المنتدى. من طبيعة الحال المنتدى لا يعني لن يقلد أي جمعية أخرى، له أهدافه وله أسبابه وله وسائله. من ضمن الوسائل المقترحة هي فتح قنوات الحوار أولا مع السيد وزير العدل، لا بد من فتح قنوات للحوار. ثانيا، التعريف بالضرر الحاصل للقضاة المفصولين عبر وسائل الإعلام، كذلك المؤسسة الحقوقية المغربية، أقول المغربية، ومؤسسة الوسيط وديوان الملك، وكذلك من خلال الندوات. وآخر الملاذ الذي يمكن اللجوء إليه هو
جلالة الملك باعتباره الملل الأخير. هناك وسائل وقائية، وسائل وقائية، وهي أقول بأنه لا بد من سن قانون تنظيمي للسلطة القضائية تضمن ضمانات حقيقية للقضاة، تحميه من أي تعسفات. ولعل أهم الضمانات هي بعض المسائل التي تم اقتراحها في القانون أو بمسودة القانون التنظيمي، المشروع القانون التنظيمي الذي اقترحته، هو انتخاب الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام للملك من قبل الجمع القضائي العام الذي تكون مجموعة القضاة. فعندما يتم انتخاب هذا المسؤول هذا سيعرف بأنه القاعدة ستحاسبه، أما إذا كان ما عندوش اللي غادي يحاسبه راه يدير اللي بغى. إحداث هيئة العليا للشؤون القضائية تنوب عن الجمع القضائي العام، لأن الجمع القضائي العام هو الذي يكون مجموع القضاة، تصغر في هيئة عليا للشؤون القضائية من مهامها، لأن كانت جرت العادة أن المجلس هو اللي كيتابع وهو اللي كيحكم وخاصم. قلنا بأن هذه الهيئة هي اللي يمكنها توجه التهمة للقضاة في حالة إخلال مهنية وإحالتهم على المجلس على القضاء، حتى لا يكون المجلس حكما وخصما في آن واحد. ثاني، متابعة أعضاء المجلس على السلطة القضائية، لأن كل مسؤول هذوك الناس ديال المجلس زعما مكاش اللي يحاسبهم يديروا اللي بغاو، لا سيدي تكون واحد الجهاز اللي يحاسبهم إذا أخطأوا. قلنا بأن كذلك المفتشية العامة يجب حصر اختصاصاتها في البحث بشأن المخالفات المهنية للقضاة، لاش؟ لأن التفتيش غتولي واحد الهيئة في محكمة النقد كيف اقترحناها تكون هي التي تتولى تقييم وعمل وسير المحاكم. تفعيل دور الجمعيات العمومية، ودور الجمعيات العمومية بالإضافة إلى توزيع الجلسات وتوزيع القضاة على مختلف الغرف والأقسام، انتخاب المسؤولين القضائيين بدل التعيين، لأن التعيين أرى بأنه التعيين يتنافى السلطة. إذا كنا نرى سلطة قضائية كيف قال الدستور خص يكون انتخاب ما يكونش تعيين. تحديد حقوق القضاة، أولا بالمرتب، المرتب والتعويضات والامتيازات المستحقة للقضاة يجب أن تكون يعني تحصل القاضي. الترقية كذلك، اعتبار الترقية حق للقاضي، ما كتوقفش على شيء معين، من تاريخ التسجيل في لائحة الترقية. حرية التعبير بما يضمن عدم التضييق عليها. تحديد واجبات القضاة بدقة. مساءلة القضاة هي تحديد المخالفات التأديبية بشكل يمنع معاقبة القاضي على فعل لا يعتبره القانون مخالفة. وضع مسطرة تأديبية واضحة لا يجوز مخالفتها. لماذا هنا قلت بأنه حتى لا يعاقب القاضي على فعل لا يعتبره القانون؟ لأن أغلب الملفات اللي طلعنا عليها لقينا بأن هناك مخالفات موجهة للقضاة لم ينص عليها القانون، لأن الفصل 58 من النظام الأساسي لجل القضاء اللي هو ساري المفعول الآن ينص على أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالوقار أو الكرامة أو الشرف يمكن أن يكون محل عقوبة تأديبية. إذن هنا الإخلال بالواجب، واجبة القاضي معروفة، من يدخل المحكمة الواجب ديالو معروف أشنو اللي عليه، الوقار معروف، والشرف والكرامة ما هما إلا وجهان لخاصية واحدة. وبالتالي منين نجيو حنا ونشوفوا بين يقولوا العز عن تبرير المصدر ديال ملي جاتك هذه الفلوس هذه ما كايناش في القانون، منين نجيو نقولوا دي استغلال النفوذ كنلقاوها ما كايناش في الفصل 58، استغلال النفوذ عاد بغاو يديروه دابا في هذا المشروع اللي دار. استغلال النفوذ اللي كنعرفوه بانه جريمه نص على الفصل 250، وهذه عندها يعني ثلاثيه الاشخاص ما كتكونش غير ديال جوج الناس، يعني الا كانوا جوج الناس كتكون ريشه ارتشاء. استغلال النفوذ هي جريمه، ومع ذلك يعاقب القضاة على افعال لا تعتبر مخالفه تاديبيه بنص القانون. ولذلك لا بد من تحديد المخالفة التأديبية تحديدا يمنع من معاقبة القضاة على فعل لا يعتبر مخالفة تأديبية من الناحية القانونية. أكتفي بهذا القدر وأعطي الكلمة للسيد الكاتب.